عناوين الصحف اللبنانية لليوم الخميس 18 من كانون الثاني 2024. صحيفة النهار: تجدد التحذيرات الدولية ولا ربط بالرئاسة. الحوثيون أصابوا سفينة أمريكية بعد تصنيفهم إرهابيين. غارات إسرائيلية بعد اتفاق الأدوية ومساعدات للرهائن والسكان. صحيفة نداء الوطن: الفرنسيون يتحدثون عن نافذة رئاسية من بوابة التمديد العسكري. صواريخ حماس تلحق لبنان بغزة وميقات يتذرع بلا جهوزية الجيش. تفرغ أساتذة اللبنانية يا زمان الطائفية. صحيفة الجمهورية: الجنوب والرئاسة في انتظار المفادين. تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية. حزب الله ارتاب من مهمة هوكستين. صحيفة اللواء: بلبلة في الكونغرس. دعم إسرائيل يهدد المصالح الأمريكية في البحر الأحمر. إقصاء جالانت وهالفي عن القرارات الأمنية. وتسع شهداء بالضفة بضربات انتقامية. جهوزية لبنانية للتفاوض بعد ردع إسرائيل عن الاعتداءات والتهديدات. صحيفة الأخبار: إسرائيل دراما اليوم التالي. حشد أوروبي في بيروت. اهتمام بمنع امتداد الحرب وبإبقاء النازحين السوريين. قادة العدو يهددون احتمال الحرب يكبر. صحيفة الديار: لبنان بانتظار اللجنة الخماسية. الاجتماع بداية شباط. ميقاتي يصف حزب الله بالعقلاني ووقف إطلاق النار في غزة هو الحل. جنبلاط يصر على تعيين رئيس للأركان. سليم: ليس قبل انتخاب رئيس للجمهورية. لقراءة أسرار الصحف وللمزيد من العناوين زوروا موقعنا sadalarz.com. إلى اللقاء.